الأخطاء الطبية موضوع يتكرر بطريقة مستمرة مع بعضها، بس أحياناً تكون عاد هالتشوهات أو الأخطاء تكون كبيرة، وأحياناً تكون صغيرة، وأحياناً توصل لحالة الوفاة. اليوم معانا ضيفنا المحامي مهدي الرمضان علشان يعرفنا بالرأي القانوني بهذا الموضوع. يا هلا فيك معانا. صباح الخير. صباح الورد. متى يلجأ المريض اللي صارت له مشكلة طبية إنه يرفع قضية للمحاكم؟ المريض يعني متى ما حس في ضرر تضاعف عليه وتكرر هالضعف يلجأ إلى في عنصرين طبعا، إلى المحكمة أو إلى التحقيقات. التحقيق. طبعا في تقرير أولي يتم معه إحالته إلى الطب الشرعي، وهني نعرف بالتقرير الطب الشرعي إذا أثبت الضرر لدى الدكتور المعالج خطأ مهني فيستوجب التوعية. أنا ودي أوقف عند نقطة أستاذ مهدي، أن الحين أنا مثلا رحت عند دكتور وتأذيت وحسيت أن مثلا الدواء اللي أخذته سبب لي حساسية أو احمرار أو هيجان أو حتى يمكن خلينا نقول انتفاخ أو أي كان، هل أنا في البداية قبل لا أروح أقدم الشكوى أروح للطبيب وأخذ تقرير بعدين أقدمه حق التحقيقات؟ بالضبط، التقارير كلها تكون كاملة مع المريض، يتوجه إلى التحقيقات، وطبعا في يحولونه الى الطب الشرعي كتقرير اولي ويثبت الخطا في التقرير الطبي الشرعي، بعدين تحال القضيه الى محكمه الجناح، وطبعا تقدير التعويض هذه سلطه للقاضي يقدر الخطا بالنسبه للتعويض. والله انا احس ان التعويض الانسان يعني لا يعوض في بالضبط. مال عموما اذا حصلت يعني لا قدر الله حاله وفاه، ونحس احنا مثلا الاهل اللي حصلت له الوفاه ان هذا من خلال الدكتور المعالج مثلا، شلون انا اقدر اثبتها او اقدم شكوى واثبت انه هو يعني سبب الوفاه من خلال الدكتور المعالج؟ طبعا هذا كله ينصب الى احنا مثل ما قلنا الى الطب الشرعي. الطب الشرعي هو تقرير يعتمد عليه بالمحكمه، سواء احاله الجثه الى الطب الشرعي اذا تسبب خطا طبيب يبين في التقرير، وطبعا اهل المتوفي اللي هم المجني عليه يقومون برفع دعوى كدية شرعية بالمحكمة كتعويض، يعني دية شرعية بمبلغ عاد هم يطالبون. يعني استاذ يعني في البدايه يعني مثلا اذا هم شكوا في حاله الوفاه طبعا هم ما راح يسوون الطب الشرعي الا بعد ما هم يقدمون الشكوى، هذا المقصود فيه؟ ولا ممكن طبعا ممكن في المستشفى اذا تمت الوفاه في العمليه طبعا الاهل المتوفي يبلغون طبعا، يعني هي اوتوماتيكيا ما تروح الطب الشرعي؟ لا ما تروح طبعا بموافقه ال هني بهذه اللحظه انه يودونه. وبعدين عند القاضاه ممكن انه يطلبون هم دية او ان القاضي يحدد هذه اذا ثبت اذا في خطا بالطبيب المعالج سبب وفاه يستحق التعويض. اذا هل الموضوع انه في القضاء انه ياخذ لي حقي في التعويض المادي ما يقدر انه مثلا يوقف هذا الدكتور عند حده في انه طبعاً مثلا انه يوقفه عن ممارسه المهنه؟ طبعا طبعا استاذه، يعني في 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 يعني ياخذ قانون يعني بالنسبه حق الجزائي وبالنسبه حق المدني. بالجزائي يعرض الى الحبس او وقف المهنه، يوقف عن مهنته، وبالناحيه المدني بالتعويض المادي. انزين احنا قاعد نشوف منه يعني النساء وايد يهتمون في جمالهم، وعيادات التجميل احيانا تستقل هذا حب المراه في ان هي تحب تهتم في نفسها، وممكن يسترخصون في المواد اللي يحقنونها سواء كانت في البوتوكس او في الفيلر اللي يستخدمونه احيانا تحت التشوهات، لدرجه انه ممكن يصير في التهابات وصديد، ويعني يعني ممكن تتدهور الحاله ان تصير تشويه خصوصا اذا كانت في منطقه الوي. ففي هذه الحاله شنو ممكن القضاء انه يعني شو يرجع لهم وياهم؟ والله الله يسلمك. بالنسبه يعني احنا نواجه يعني بالنسبه حق العمليات التجميل في طبعا مواد ممنوعه تدخل الكويت، يعني في هذه المواد شلون قاعد تدخل اذا هي ممنوعه؟ طبعا طبعا في ناس لها نفوذ تدخلها بغرض الاستفاده في خصوصا في المستشفيات التجاريه. طبعا في وزاره الصحه في تعميم على هالمواد او هالنوعيات من الادويه اللي تستخدم. طبعا اذا ثبت ان الدواء هذا طبعا دخل الكويت بطريقه غير مشروعه طبعا يحاسب
مدير المستشفى التجاري ويحال المحكمة بتقديم شكوى جزائية وتتخذ فيه الإجراءات طبعا. يعني أنا اللي عارفة أن في قسم عند الطب دائما أن يقسمون القسم في أن تكون هذه المهنة مهنة شريفة، فلازم يراعون أن هم قاعد يقدمون كل اللي يقدرون عليه في معالجة الإنسان وليس تشويه الإنسان. فأنا نتمنى يعني أن احنا ما نوصل لهذه المرحلة وأن ما يكون بس التركيز على الدكتور نفسه، لازم احنا نفسنا يعني أو المريض نفسه قبل لا ياخذ أي دواء أنه يفحص هذا الدواء، يتأكد من نوعيته قبل لا يرضى أن الدكتور مثلا يحقن أو تحقن لها الدكتورة، أنه تاخذ اسم النوع تسأل عنها وتشوف إذا هي مرخصة غير مرخصة، مادة رخيصة أو مادة زينة. بالضبط، حياة الإنسان يعني لازم تكون غالية يعني عند الإنسان لما يعالج ولا شيء بيعرف يعني هل الأدوية مرخصة أو غير، أو يسأل عن المستشفى. يعني اليوم يعني كثير من القضايا الأخطاء الطبية موجودة في المحاكم، سواء يعني حتى يعني احنا ما نلوم هم الدكتور المعالج، نلوم المريض نفسه يعني. صحيح. هو لازم يعرف وين داخل مسلم نفسه حق منه. صح. نعم. فعلا الإنسان لازم هو بعد لا يعتمد يقول إنه أنا رايح عند دكتور وخلاص أسلم نفسي، لازم تكون هو عنده ثقافة في شيء قبل لا يقدم عليه. آخر سؤال بسألك إياه، إذا عندي يعني ما أدري هو القضاء الكويتي هني هل يحاكم أو ما يحاكم في هذه الأمور، إذا عندي مثلا حيوان في البيت أليف وأنا وديته الطبيب وبعد الطبيب توفى، من بعد ما أخذت وعالجته للطبيب توفى، هل في إجراءات ممكن أقوم فيها؟ لأن دكتور بيطري ما نص ما أنا إيه والله لا ينص عليه القانون. إيه نعم. وهذا القانون بس بالكويت لا ينص عليه، أعتقد يمكن برا لا، في أكيد خارج الكويت في لهم حقوق الحيوانات يعني هني بالكويت ما عنده. بالكويت أنا ما إيه نعم. إنزين إن شاء الله يكون عندنا إحنا هذا القانون بإذن الله. شنو هي الخطوات اللي ممكن يتبعها المريض في حالة إن خطأ في يعني صار في خطأ من جهة الطبيب يلجأ إليها؟ شلون الخطوات اللي يقدم فيها الشكوى؟ أول شيء شنو يسوي؟ طبعا هي فيها خطوتين. الخطوة الأولى يعني فيها أقصد طريقتين. الطريقة الأولى يقدر يلجأ إلى المخبر المختص في نفس منطقة المستشفى منطقة المستشفى يلجأ إلى التحقيقات، والتحقيقات تحيل إلى الطب الشرعي وتنحال القضية إلى المحكمة. وفي طريقة ثانية يلجأ إلى المحكمة دايركت، على طول يقدر يروح على المحكمة. نعم، يرفع دعوة مدنية وأيضا المحكمة تحيل إلى الطب الشرعي. يعني في طريقتين اللي يحب. طبعا طريقة التحقيقات هي طريقة جزائية للدكتور. شو المقصود فيه الجزائية؟ الجزائية طبعا تحيل إلى محكمة الجناح. طبعا ياخذ عقوبة مثل ما قلنا، يحاسب فيها الدكتور المعالج من ناحية جزائية احنا نقول، ويدعي مدني في المحكمة يطالب بالتعويض. أما أوكي يعني بس وصل عند هالنقطة بس نفصلها. إذا راح وقدم عند التحقيقات ممكن إنه يجازي الدكتور بالضبط ويحاسب هذا الدكتور، لكن إذا راح اتجه للقضاء دايركت ممكن إنه بس ياخذ التعويض المادي بالضبط حسب المحكمة المدنية، يطالب بتعويض المدني فقط. إيه نعم. إذن هذا هم الاتجاهين اللي ممكن يسلكهم أي إنسان عنده شكوى إذا حصلت له من دكتور أو حس إنه السبب في التشوه أو المرض أو الوفاة اللي حصلت له من خلال الدكتور. طبعا إذا حصلت الوفاة تكون من أهل المتوفي. يعطيك العافية، شكرا لضيفنا المحامي مهدي الرمضان على هذه الفقرة الجميلة. فاصل نراجع نرجع لكم مرة ثانية. يعطيك العافية، شكرا لكم.